السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير والف خير. اليوم جبت لكم هذه الجلابه ديال الرانبا كما كتشوفوا معايا، جاكار نازله من السوق. فيها التلاتيه حتى التحت نازله، فيها افتحات، فيها تسنينات كما كتشوفوا. السيدة بغات تفتحي في جياب، بغات جياب، بغات ليما تسنينات كتشوفو معايا. فيه الدرس للتاج، الزواق بالبريد، في الديكرادي ديال اللون ديال الجلابة، والوسط في اللون ديال الأرض، ودائما كيف ما كنقول لكم راه دائما حتى كتمشيو عند تروا عند الكونتير كتحطوا الوان، كتخدموا بالالوان المناسبه او على حسب اللون ديال الزبونه. نتمنى الموديل ديال اليوم يكون يعجبكم. معكم أم أمين في الحلقة والإبداع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما الصلاة على النبي.